الطي بدل الخلع، هذه القاعدة تحدد التطور الذي عرفته سيارة أوبل سافيرا في منتصف التسعينيات، والتي جعلت منها نموذجاً لسيارات فان. وقد نزل الجيل الثالث من أوبل سافيرا إلى الأسواق، وقد عرفت نظم الطي معها تطوراً مستمراً. سنختبر سيارة أوبل سافيرا ذات محرك ديزل بسعة لترين ومحرك بقوة 164 حصاناً وعزم دوران ب 380 نيوتن متر، ما يجعلها تنطلق بسرعة وثبات. طبعا أصبح حجم السيارة أكبر، وهذا هو السبب الذي جعلنا نحتفظ بسيارات الجيل السابق. سنواصل تصنيع سيارة زفيرا فاميلي في المستقبل لتغطية حاجيات هذا القطاع. تشبه سيارة زفيرا الجديدة في شكلها سيارة ماريفا الصغيرة، التي تحمل أيضاً آثار تصاميم شركة أوبل. ويبلغ طول زفيرا الجديدة 4.66 أمتار، أي بزيادة 23 سنتيمتراً مقارنة مع سيارات الجيل السابق. الكشافات الأمامية ذات الشكل المنحني تميز الخط الحديث للسيارة. ومن أبرز سمات سيارة فان ذات السبعة مقاعد سقفها البانورامي، وبفضل نظام مقاعدها الجديد ستتمكن العائلات من الحصول على مكان أرحب في الحيز الداخلي. كما في السابق، ما زلنا نعطي الأولوية لنظام السبعة مقاعد المرن، فهذا اختراع لشركة أوبل ويجب الاستمرار في تطويره. تتميز زفيرا بأن مقاعدها تبقى في الداخل، ومع ذلك هناك عدة بدائل لخلع المقاعد، فتركيزنا كان دائما على هذه الميزة. مساحة الشحن في زفيرا تبلغ نحو 1800 لتر، ويتميز الحيز الداخلي بلونه الرمادي الداكن البسيط، كما أن قمرة القيادة أنيقة ولها نفس أجهزة سيارة إنسينيا. يمكن طي المقعد بشكل كلي ليتم الحصول على أرضية مسطحة للشحن، وهذا لا يمكن تحقيقه بسهولة. لدينا متطلبات تقنية أخرى كنظام فليكس فيكس كارير الذي نريد وضعه في الأسفل. أما المتطلبات الفنية العادية كالمحاور وخزان الوقود، فيجب ضمها هي الأخرى إلى داخل المركبة بكاملها. ولذلك نبدأ بالشكل الهندسي أولاً، وبعد ذلك يتم تطوير الشكل الخارجي. الصف الثالث من المقاعد يمكن الحصول عليه مقابل 700 يورو، بينما كان الأخير ضمن لوازم التجهيز الأساسية في الموديل السابق.